السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والله يا شيخ أبغى أسأل حضرتك، يعني معكم أنس من السعودية. حضرتك، أنا زوجي اتوفى وكان عليه ديون وسددتها وفي اللي عفى، وبعد فترة من الزمن اشتغلت وحوشت وعملت مبلغ. طيب؟ أعيدي. ألو؟ أعيدي. أعيد السؤال. زوجي توفى وكان عليه ديون وسددتها وكان عليه يعني صيام رمضان وطلعت إفطار عنه. المهم السؤال، يعني أنا الآن معايا مبلغ بعد شغل وجهد وتعب، وأبغى أحط بنك ويطلع لي مصروف شهري ليا ولبناتي، وعندي ولد مريض، وما عاد إن أنا أقدر أشتغل ولا أروح ولا أجي، ما عندي حل غير ان انا احطها كوديعة وتجيب لي مصروف شهري. لا يجوز. وبناتي. لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. نعم. لا يجوز، وهذا ربا وحرام. حرام عليك ان تعيشي انت وبناتك على الربا. الذين ياكلون الربا. اديتها لاحد الشيوخ قبل كده. مش كل الشيوخ. قال لي وقال لي. الشيخ يفهم في التجارة. والشيوخ. إذا أساءت ما سأت للدين، الدين كويس وبخير، وأكلوا مال اليتامى أكثر من مرة، أتعامل مع المشايخ وأكلوا مال اليتامى، وأخويا نفسه أخذ فلوسي وما عندي حل غير كده، وحطهم في بنك إسلامي. الله يكرمك ويغفر لنا ولك. إنك تعممين الطعن في الشيوخ، تعممين الطعن في المستقيمين. الدين بخير وما زال في صالحين. أيوة. بس حظي كده. نفسك عشان أنت كده ارتبتي فئة صالحة من الناس. كون واحد حرامي نصاب نصب عليك، تعممي الكلام على كل الشيوخ، تقول كلهم حرامية. ما بقول لك بقول لحضرتك اللي لا يجوز لك أكل الربا. الدين بخير ومش لازم الشيوخ، ولقيام الساعة الدين بخير. يا أختي اسمع الكلام، اسمع الكلام، اتقي الله في نفسك، لا تستجيزي أكل الربا. بارك الله فيك. أعطي المال لرجل أمين يحسن التجارة. ما فيش حد أمين. خلاص عليك. من قال هلك الناس فهو أهلكهم. شكرا. يعني البنك هو الأمين عندها، عياذا بالله. يعني نحن نمنعها من الربا وهي مصرة تقتحم الربا، تمنعها من النار وهي مصرة تقتحم النار. ماذا نقول لها؟